مرة أخرى حياكم الله في برنامجكم المحبوب المجلة السعودية، معكم الدكتور خالد الشمري. في زمن السيد المسيح كان الناس يعيشون بعنف وقسوة، وكان الأغنياء يضيعون وقتهم في العزائم والسهر، والفقراء يغرقون في فقرهم وما يجدوا من يساعدهم، وكان ثلثين البشر يعيشون في العبودية ولا حول لهم ولا قوة. كما كانت الرياضة المفضلة في ذلك الزمان الاستمتاع بمشاهدة متبارزين يتقاتلان إلى أن يسقط واحد منهم على الأرض بسبب جروحه، فينظر الفائز إلى الجماهير ليأخذ رأيهم إيش يسوي بالمقاتل المطروح هذا أرضا، فإذا شالوا بأيديهم القروش والذهب عانوا بذلك أنه مقاتل كويس ممكن يتعافى ونستعمله في التسلية مرة تانية، وإذا شاروا بإبهامهم إلى الأسفل فهذا يعني أنه المنتصر عليه أنه يقتل المهزوم، لأنه ما في مجال أنه نستعمله للتسلية مرة أخرى باعتباره خلاص منتهي. هذا هو العالم اللي قال عنه الكتاب المقدس إن الله أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فالله ما أرسل يسوع المسيح ابنه ليدين العالم يحكم عليه بالفناء عقابا له على وحشيته وقسوته وأعماله الشينة، لكن علشان يخلص به العالم. الإنجيل بحسب يوحنا الإصحاح الثالث والآية 16-17 كده كانت تقول: الله تجسد ليبدأ مع الإنسان بداية جديدة ويفتح صفحة جديدة في معرفة الله والعلاقة مع شخصه الكريم. فالعالم اللي خلقه ربنا وشافه زين بالرغم من شروره، وما زال هناك الكثير الكثير من الأمور الزينة فيه. هناك في أعماق كل قلب يشوف ربنا بعض من الخير والجمال مدفون هناك. أعزائي المشاهدين، الإنسان ما يقدر أن يصل لله بأي طريقة، لكن الله كل القدرة والمعرفة وحده القادر أن يصل إلى الإنسان، وبمحبته وحكمته الفائقة يقدر أن يحب العالم حتى هو في عمق الخطية بشاعتها، بل يجود على العالم ويترك مجده ويتجسد علشان يقدر الإنسان يعرفه ويتيقن من محبته لنا حنا البشر. يقول بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا في الإصحاح الخامس والآية 8: ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه نحن بعد خطى مات المسيح لأجلنا. أعزائي المشاهدين، وتقول الآية 11 من نفس الإصحاح: وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. في ختام هذه الحلقة أدعوك عزيزي المشاهد للتعرف على خلاص الله المعد لنا علشان تستمتع بالمصالحة اللي حصلنا عليها بالرب يسوع ابن الله الذي جاد بحياته ليفدينا من الخطية اللي شوهتنا وافزدت العالم الجميل الذي خلقه ربنا وشافه زين. بالرغم من فسادنا وشرنا أحبنا الله ويحبنا كل يوم، ومشيئته أن نعرفه ونتمتع بخلاصه. تعالوا نصلي مع بعض هذه الصلاة. يا إلهنا، إله المحبة، ربنا الإله الواحد القادر على كل شيء، الساكب محبة بين البشر، يا رب أسألك يا سيد العظيم إنك تسكب هذه المحبة في قلوب كل من يسمع ويشاهد هذه الحلقة الآن، واجعلها تفيض يا رب بحيث إنه تنعكس على كل جيراننا وأهلنا وأحبابنا يا سيد العظيم، ويسألون من وين هذا الحب اللي في قلبك، ونجاوب ونرجع المجد لك ونقول هذا من ربنا رب السماء رب المحبة. أسأل هذه الأمور بالمسيح يسوع له كل المجد، آمين.
أترنم بمراحم الرب للبد، وأعلن بفمي أمانتك من جيل إلى جيل، لأني قلت إن مراحمك ثابتة للبد، وقد ثبت في السماوات أمانتك. قد قلت إني سويت عهد مع الملك اللي اخترته، أقسمت لداود عبدي أثبت نسلك للبد، وأبقي عرشك قايما من جيل إلى جيل. السماوات نفسها تشيد بعجايبك أيها الرب، والملائكة هالقديسين بأمانتك. فمن في السماء يعادل الرب؟ ما فيه بين الكائنات السماوية من يماثله، إنه إله مهوب مرة في محفل الملائكة هالقديسين، ومخوف كثير عند كل المحيطين فيه. من مثلك يا رب إله الجنود، الرب القدير، وأمانتك محيطة فيك. أنت متسلط على هياج البحر فتهدي أمواجه عند ارتفاعها، أنت سحقت قوة مصر فصارت مثل قتيل، وبددت أعدائك بقدرتك العظيمة. أنت ملك السماوات والأرض بعد، أنت مؤسس المسكونة وكل ما فيها، أنت خالق الشمال والجنوب، وباسمك يترنم جبل تابور وحرمون. أنت ذو القدرة العظيمة، يدك قوية ويمناك رفيعة، البر والقضاء قاعدة عرشك، الرحمة والحق يتقدمون حضرتك. طوبى للشعب اللي يستجيب الهتاف البوق فيسلك في نور محياك يا رب، باسمك يبتهجون طول النهار وببرك يسمون، فإنك أنت قوتهم اللي فيها يفخرون، وبرضاك يعلو شأننا، لأن الرب هو حمايتنا وملكنا هو قدوس إسرائيل. أحبائي المشاهدين، رح نصلي اليوم لثلاث مدن من أجمل مدن الساحل الشرقي، مدن الحضارة، مدن الجمال، مدن المال والأعمال. رح نصلي اليوم للدمام، الخبر والظهران. تعتبر الدمام العاصمة الإدارية للمنطقة الشرقية، حيث منها تدفقت أول آبار البترول، كما تعتبر الخبر واحدة من أجمل مدن الوطن العربي، حيث الجمال والأناقة والمسطحات الخضراء والشواطئ البديعة. ومن منا لا يعرف الظهران، بلد التلفزيون والطيران والعلم، حيث يوجد على أرضها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أكبر صرح أكاديمي هندسي في الشرق الأوسط. أهل الشرقية أهل الطيبة والزراعة والصيد والوطنية. شاركوني هذه الصلاة من أجل أهل الشرقية والأرض والظهران، الخبر والدمام. يا أبانا السماوي، أشكرك يا رب على الدمام، الظهران والخبر وأهلها جميعا يا سيد العظيم. هذا البلد الطيبة، هذا الشعب المبتسم اللطيف يا سيد العظيم، فأنا حاطط هذا الشعب أمانة بين يدك، كما باركت أرضهم تبارك سماءهم وتجعلها يا سيد العظيم مستمرة في الأمن والأمان والبركات يا سيد العظيم. أحطهم أمانة بين يدك عشان يعرفوك المعرفة الحق ويقبلون إليك بالمسيح يسوع. آمين.
أعزائي المشاهدين، والآن حان وقت الترنيمة، خلنا نسمع نشوف إيش الشاعر كتب. الله محبة، محبة لكل الناس، الله محبة، محبة ما لها قياس، واحدا لا غيره غامرنا بخيره، الإنسان في تفكيره ودبر له خلاص. دبر له خلاص ما أطيبه قلبه، الله محبة. مدامك حي الله عظيم وصالح وما لا زي، الله يغفر يسامح مدامك حي، واحد لا غيره غامرنا في خيره، واحد لا غيره غامرنا في خيره، الإنسان في تفكيره دبر له خلاص ما أطيبه قلبه، الله محبة، الله محبة، محبة لكل الناس، الله محبة، محبة ما لا قياس، الله محبة، محبة لكل الناس.
كل الناس الله محبة محبة ما لا قياس واحد لا غيره غامرنا في خيره واحد لا غيره غامرنا في خيره إنسان في تفكيره دبر له خلاص ما أطيبه قلبه الله محبة الله محبة الله محبة الله والآن أعزائي المشاهدين بعد ما سمعنا هذه الترنيمة الرائعة خلنا نصلي مع بعض لإله المحبة. أشكرك يا إله المحبة لك كل المجد يا رب أنك أنت فعلا تحب كل العالم وتحب شعبي السعودي من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه. أحط يا رب كل من يسمع هذه الصلاة يا رب أنه يتبارك محمد وفواز وعبد الله وفاطمة وحنان وهدى ومريم وكل نفس تسمع هذا الصلاة يا رب تتبارك الآن ويعرفوا إله المحبة له كل المجد بالمسيح يسوع الناصري. آمين. أعزائي المشاهدين أهلي وأحب وأحبتي أهلا ومرحبا بكم. يعتقد البعض بأن المسيحيين ثلاثة آلهة الآب والابن والروح القدس، ولكن هل هي حقيقة بأن المسيحيين ثلاثة آلهة وأن المسيحيون أشركوا مع الله إلهين آخرين يعبدونهم مع الله بكرة وعشية هما الابن والروح القدس، أو هو فهم خاطئ لبعض الناس معذورين لعدم معرفتهم بحقيقة المسيحية ولهم منا حق التوضيح، أو لعله اتهام زائف صاغه أعداء هذا الدين لإضعافه وصد الناس عنه خوفا منه وظلما لأهله وللناس في بعدهم عن معرفة حقيقته. إذن فما هي عقيدة المسيحية في الثالوث؟ اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وفي سفر أشعياء 6:44 أنا الأول والآخر ولا إله غيري. وفي العهد الجديد أي الإنجيل فأجاب يسوع أن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. وعشرات الآيات المنتشرة في كل صفحات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، بل وفي صلاتنا اليومية وفي كل أمور حياتنا وبركتنا نقول باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فلماذا نسمع حين نقول باسم الآب والابن والروح القدس وتسد الأذان عنا حين نكملها بالإله الواحد آمين؟ أحبتي، أن يقال إن للمسيحيين ثلاثة آلهة ليس إلا زعما باطلا تماما وعار عن الصحة بل وأفك عظيم. فلنا إله واحد لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إياه نعبد وله نسجد، وكتابنا المقدس من أوله إلى آخره يشهد بذلك ويمجد إلها واحدا لا سواه. ومن التزييف أن يزعم البعض أنهم يعرفون المسيحية أكثر من أهلها أنفسهم. نعم، إله واحد لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولا زوجة، سبحانه قدوس السماوات والأرض الواحد المحب. هذه هي عقيدتنا وإيماننا، بها نحيا وعليها نموت، عليها نقوم في المسيح يسوع.
هي وحدانية جامعة، إله واحد وجوهر واحد ولاهوت واحد، واحد في ذاته ثالوث في خصائصه وكيانه. الوجود والمنطق والحياة، الوجود بالذات والنطق بالكلمة والحياة بالروح، فهو الله الموجود في كل مكان وزمان. فهل بالقول بأن الله في السماء يعني إن الله الذي في الأرض إلها آخر غير ذاك؟ غير ذاك الموجود في السماء فهم اثنين لا واحد، أو كالشمس فهي ذاك الجسم البعيد عنا والذي نراه نعرفه ونعرف ضوءه، ضوءه الذي ينور نهارنا وحرارتها التي نستدفئ بها، وشعاعا غنيا مفيدا لأجسامنا ولباقي الكائنات. وكل هذا لا ينفصل عن كون الشمس شيئا واحدا بعناصر وخصائص عدة، كل واحد له دور مهم في بناء الحياة واستمرارها. أو كالإنسان جسدا ونفس وروح وكلهم مكون واحد، أو كأي شخص فهو صورته وصوته وشخصيته وكلها مكون واحد هو أنت. فكيف لنا أن نقبل ونفهم كل هذه الأشياء ويصعب علينا أن نفهم أن لله وحدانية جامعة؟ إن رفضنا لهذه الحقيقة ليست إلا ترسبات ومفاهيم خاطئة أصبحت مع مر الزمان منطقا ويقينا مسلما به يصعب تصديق عكسه ولو كان حقيقة، ويرفض حتى نقاشه ويحرم السؤال عنه. لقد خدع الناس أحبتي عمدا عندما شوهت لهم هذه الحقيقة لصدهم عن مصدر النور والمحبة، عن الأمل والخلاص، عن النعمة والرجاء. فما يمنع أن يكون لله، أن يكون الله في كل مكان في آن واحد؟ أو لعلهم يريدون تحجيم الله. ولكن الخبر العظيم الذي أريد أن أشارك به، إني أعبد إلها يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. إن إيماننا بوحدانية الله عقيدة غير قابلة للشك أو التزييف. هذه هي الحقيقة، ولكم تصديقها أو البحث عنها. وأخيرا لكم مني كل محبة واحترام، والمجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. سلام الله معكم ويدوم فيكم إلى الأبد أحبتي، آمين. أعزائي المشاهدين، والآن فقرة الاختبارات. نسمع هذا الاختبار اللي وصلنا اليوم من فتاة تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 34 سنة، كنت من خلفية إسلامية وكانت حياتي كلها يأس وتشاؤم. كنت ألوم الله لمجيئي إلى هذه الدنيا، وكنت أتمنى الموت بطريقة أو بأخرى، وكلما فكرت في الآخرة وعذاب القبر كلما زاد يأسي. ذات يوم سمعت أخي يتحدث عن المسيح، وكنت أود أن أتعرف على المسيح لكني لم أجد من يساعدني. كنت أعرف القليل عنه وحبيته من كل قلبي، لكن الشيطان جاء وعادني إلى الظلام. برغم من هذا عدت أبحث عن ربي ومخلصي، ووجدته أمام باب قلبي يدق للمرة الثانية. فتحت له قلبي، ومنذ ذلك اليوم أواظب على الصلاة وقراءة الكلمة وأتابع قناة الحياة. رغم كل الصعوبات التي تواجهني من عائلتي، لكني عندما أنظر إلى عذاب المسيح من أجل خطاياي لا أشعر بالألم والاضطهاد. آمين آمين، الرب يباركك. فعلا المسيح نزل وتصلب عشانك وعشان كل اللي قاعدين يتابعوا هذه الحلقة وعشان كل البشر. هو نزل وتصلب عشان انت تلاقي حياة، مش عشان تكوني يائسة. لازم تجوا للمسيح الآن عشان تلاقوا فيه حياة
هو قال الطريق الوحيد للسماء من خلالي، لا حد يأتي للآب إلا بي. بالمسيح يسوع تتبارك حياتكم جميعا، آمين. أعزائي المشاهدين، إذا أنتم استمتعتوا زي ما أنا استمتعت، أخبر أصحابك وأصدقائك الآن. أتمنى أنك تكون سمعت كلمة من قلب الرب لك. وإذا كان عندك سؤال أو استفسار، تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني وسائل التواصل الاجتماعية اللي حتظهر على الشاشة الآن. أحبائي، أترككم بحفظ المسيح ورعايته، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة. معكم مضيفكم خالد الشمري، إلى اللقاء.